إذن بعد هذه الكلمة التي اعتاد العرف أن تكون في بداية اللقاءات، سندخل إلى صلب موضوع هذا اليوم الدراسي، وهو التداول على مستوى النقاش طبعا والتفاعل ما بين المهتمين، سواء من موقعهم كطلبة يتأهلون بالنسبة لاكتساب مهارة البحث في دراسة المادة، أو حتى بالنسبة للطلبة الذين يتأهلون لمهنة تدريس التاريخ والجغرافيا. وطبعا القضية الأولى تتعلق بالتحكيم، والقضية الثانية تتعلق بعملية من العمليات المهمة في الممارسة الدراسية، وهي تقويم التعلمات. وسوف يكون يعني الموضوع حول التعلمات الجغرافية. طبعا كلنا نمارس التقويم ونتتبع شأن التقويم، ولكن هل لدينا المعرفة الرصينة لأدوات هذه العملية؟ نفس الشيء بالنسبة للتحكيم. هذه الكلمة نسمعها ونريد بطبيعة الحال من الأستاذ الذي بحث في هذا المفهوم أن يسلط الضوء على التمثلات السائدة حول التحقيق في خطابنا التربوي. هل التحقيق مفهوم عادي أم أنه مفهوم يحمل دلالات إبستيمولوجية ومنهجية تحتاج منا نحن الممارسين نستوعبها من تجديد النزول به كأداة لتدريس التاريخ، وأداة لخياطة المناهج وتبويبها وترتيبها، وأداة أيضا حتى في مجال إنتاج المعرفة التاريخية المدرسية. فأي تصور عندنا حول هذا التحقيق؟ وما هي حصيلة الجدل الإبستيمولوجي حول هذا المفهوم؟ وهل هناك تحقيق واحد أم عدة تحقيقات؟ وما هي المعايير التي نحتاجها في التحقيق؟ وكيف نحقق ونقطع الزمن بطبيعة الحال؟ وهل يمكن لنا أن نتمكن من هذه الأداة ونعتبرها ضمن الترسانة المنهجية التي ينبغي على المدرس التاريخ أن يتحكم فيها، وبالتالي أن ينقلها كمهارة منهجية بالأساس للمتعلم؟ هذه الأسئلة سوف يحاول الأستاذ سعود من خلال عرضه الذي سيكون فقط فرصة لإطالتكم من أجل طرح الأسئلة والتدخل من أجل الاستفسار حول هذا الشأن المنهجي، لا هو شأن أساسي، لأن التحقيق ليس فقط هو مجرد عملية لتقطيع الزمن، بل هي عملية فكرية تتوزع بدورها إلى عمليات ينبغي ضبطها حتى ننجح في هذا الرهان المنهجي، ألا وهو تحقيق الزمن من أجل بناء معرفة تاريخية متماسكة. سي صور، شحال غادي دير لنا ديال الوقت تقريبا؟ يمكن 45. إلى الله سي صور. الطلبة ياخذوا نقاط ويسجلوا ملاحظات من أجل الاستفادة من حضور هذا الرجل، من أجل إعطاء مزيد من الإضاءات الخاصة بهذا المفهوم التحقيق. شكرا للأستاذ أنطاط، وشكرا للأستاذ هكي شهير. فأنا سعيد لكي تلقي هذا العرض، وأتواجد بين زميلي أستاذ أنطاط وأستاذ هكي شهير. أستاذ هكي شهير الذي انشغالات متقاربة أو متماثلة، انشغالات ديلاكسيكية منذ قريب ما يقوم من عقدين من الزمن، فأنا أرتاح إلى الشغال معه نظراً لمهاراته وكفايته. والأستاذ أيضا أنطاط كان لي فرصة أن أشتغل معه في الشغال على الكتاب البسيط، لذلك فأنا سعيد أن أتواجد معهما وأن أتواجد مع الحضور الكريم
لكي نناقش هذه القضيه او هذا الشان كما سمى الاستاذ الشيخ قبل قليل، هذا الشان المنهجي المهم في من بين القضايا الديلكسيكيه الراهنه. ساعلن عن تصميمي لهذه المداخله، فهذه المداخله ستنقسم الى قسمين. القسم الاول ساقوم فيه بمقاربه تشخيصيه لواقع تعلم التحقيق التاريخي، يعني قبل ان اديره وقبل ان اقترح ما ساقترحه لا بد ان نقف وقفه عند ما هو واقع هذا التعلم. وطيب لا اقصد الواقع الممارسه الشخصيه، ولكن اقصد الاصل، اصل هذه الواقع هذه الممارسه، وبالضبط اقصد ماذا تقول التوجيهات التربويه في هذا الباب، خصوصا ان نعلم بان التوجيهات هي الموجه المنهجي والديداكتيكي الاساسي للاستاذ في التدريس. ثم ما هو واقع التحقيق في الكتاب الدراسي، خصوصا ان الممارسه تستند الى الكتاب الدراسي بشكل كبير في الانجازات وفي الممارسه اليوميه او التفصيليه. هذا الجزء الاول، سيليه الجزء الثاني الذي ساقترح فيه نموذج ديداكتيكي للتحقيق. سأنطلق من المفهوم، سأقترح عليكم المفهوم والذي اشتغلت عليه أو بنيت عليه هذه المقاربة أثناء إنجازي لهذه الأطروحة. ثم ما هي مكونات هذا النموذج الديداكتيكي ومستوياته؟ ما هي المقاربة المتبعة فيه؟ ثم ما هي الخلفية التاريخية المقترحة أو الحقبة عفوا التاريخية المقترحة؟ ثم إيش إشكالية الدراسة منهجها؟ وسأعطي فكرة فقط عن مثال تطبيقي. لا بد أن أشير في البداية أن هذا الموضوع اشتغلت عليه تقريبا لمدة 9 سنوات. اشتغلت في 2 سنوات لإعداد ديزا أو دبلوم دراسات العليا المعمقة، واشتغلت على واقع تشخيص أو شخصت واقع التعلم، وفي مستوى الدكتوراه اشتغلت على إنجاز أو اقتراح نموذج ديداكتيكي بمختلف مكوناته المنهجية ومختلف عملياته الفكرية. ولذلك فقضيت وقتا إذا طويلا وأعرف دهاليز هذا المكون المنهجي، ولكن مع ذلك لا بد أن نضع هذا الاقتراح في مشرح المناقشة والتساؤل إلى غيره. إذن فسأبدأ أولا بالمقاربة التشخيصية لواقع تعلم التحقيق التاريخي. فلا بد أن أسجل في البداية أن هناك حدود لمفهوم التحقيق التاريخي في التوجيه. فأقرأ عليكم تقديم التوجيهات لكي أقرأ عليكم جملة أو عبارة هي التي ستكون منطلقي في ما سأقول بعد قليل. التحقيق التاريخي، إذا أخذنا التوجيهات التضامنية والبرامج الخاصة بالتعليم الثانوي التعليم سنة 2007، نجد التحقيق كقدرة من القدرات التي تتفرع عن كفاية اسمها التمدد في الزمن والمجال. فكفاية التمدد في الزمن والمجال يقسمها وضع منها أو التوجيهات إلى ثلاث قدرات: ترسيخ مفهوم التحقيق التاريخي العصر الوسيط والعصر الحديث، تنمية القدرة على ترتيب أحداث زمنية للكرونولوجيا التعاقد والتزامن، تنمية القدرة على توقيت أحداث في المجال. وهذا ما تقوله بالنسبة للجذوع المشتركة، وما تقوله أيضا بالنسبة للسنة الأولى والبكالوريا والسنة الثانية، لأن التحقيق كما هو التوجيهات يأتي بهذا. فالتحقيق إذا التاريخي هو قدرة ضمن كفاية التمدد في الزمن والمجال. هذا التعريف هذا عنده حدود، لأنه التحقيق ليس قدرة أولا، ينبغي أن نرفعه إلى مستوى كفاية حينما نجعل من التحقيق التاريخي قدرة تتفرع عن التمدد في الزمن والمجال. هنا يطرح إشكال، هل فعلا التحقيق هو قدرة
أم أنه كفاية؟ ثم هل هو ضمن كفاية التموضع في الزمن والمجال أو أنه ينبغي أن نضعه في مستوى تصور عام للزمن؟ هذا هو الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ما قرأته عليكم من مواضع توجيهات يعتبرونها بأن التحقيق هو العصور التاريخية، هو الحقب المعروفة، لا بيريود سيكونيك، تباقب التاريخ، التاريخ القديم، الوسيط، الحديث، المعاصر. هذا فيه نظر. حينما تختزل إذن التوجيهات التربوية التحقيق التاريخي في كونه قدرة، فإنها هو نشأ على مفهوم القدرة بيداغوجيا. القدرة هي لها مفهوم ترانسفيرسال، عرضان. إذن اعتبار تحقيق القدرة يشوش على مفهوم القدرة في حد ذاته. ثانيا، لا تضع التوجيهات التحقيق التاريخي في مكانه المنهجي والبيداغوجي الذي يلائم مضمونه المنهجي والفكري. مجمل القول، إذن نخلص إلى أن التوجيهات التربوية تعتبر التحقيق هو المضمون، أي العصور التاريخية. فتعتبر أنه إن التلميذ رسخ مفهوم ديال التاريخ القديم، الوسيط، الحديث، المعاصر، هذا هو التحقيق. في حين أنه في الدراسات المنهجية والإبستيمولوجية المعاصرة، منهجية في التفكير التاريخي أيضا تتضمن مكونات قابلة للتعلم والاكتساب. إذا الخلاصة هي ماذا؟ الخلاصة هي أن التوجيهات لا تحيل بشكل واضح ومفصل وجدي إلى أن التحقيق التاريخي هو ليس فقط المضمون، بل هو أيضا المنهج الذي يوجد ضمن هذه العملية. هذا بالنسبة للتوجيهات. سأمر على بالنسبة كيف هذه فكرة، هذه ملاحظة أخرى. بما أننا تكلمنا عن التحقيق التاريخي وتكلمنا بأنه هو قدرة حسب التوجيهات، وأنه ينبغي أن يرتقي إلى مستوى كفاية من ناحية المنهجية، سأعطيكم بعض الملاحظات أيضا حول مفهوم الكفاية في التوجيهات، كفاية في التوجيهات التربوية بالنسبة للتعليم. كيف ترى التوجيهات التربوية الكفايات؟ فالكفايات في التوجيهات التربوية توجد في ثلاث مستويات. فهناك كفايات على مستوى الوثيقة الإطار اللي تقترح كفايات ثلاث اللي هي أمامكم، على أساسها تقترح كفايات خمس اللي هي المعروفة، وهذا ينطبق على جميع، أو هي كفايات عرضانية تنطبق على جميع المواد الدراسية وعلى جميع المستويات. حينما ننتقل إلى التوجيهات التربوية للتعليم الثانوي التأهيلي، سنجد بأن التوجيهات تبدأ بالأهداف وتصنفها إلى ثلاث أهداف، أهداف لمادة التاريخ. بعدها تصير مستويات الكفايات والقدرات لمادة التاريخ أيضا، وهي صنفين. بعد ذلك على مستوى الكفايات النهائية أيضا تقترح كفايات نهائية، اكتساب مفاهيم تاريخية، تمكن من طرح إشكالية للمعالجة وتلقى المدعية التاريخية، تمكن من مجموعة محددة للمصادر في سياقها التاريخي، تمكن من المنهج التاريخي. ثم مستوى آخر في كل مستوى دراسي في الجهة المشترك، السنة الأولى، السنة الثانية تقترح هذه الكفايات الثقافية والمعرفية، تمر في الزمن والمجال، كفاية منهجية، كفاية تواصلية، كفاية مرتبطة بقيم مواقع. بمعنى آخر أن هذه الكفايات، أستاذ الممارس والذي يريد أو ينشغل بأجزاء الكفايات، ما هو المستوى الذي ينبغي أن يتعامل معه أولا، ثم ما هي درجة الاشتقاق الواجب الموجودة ما بين مختلف مراحل صياغة هذه الكفايات. فغير إلى خدنا غير من إذا تجنبنا الوثيقة الإطار، إذا خدنا غير على مستوى التوجيهات التربوية، فكاين ربعة ديال المستويات ديال الكفايات. فهذا يطرح مشكل، لما هي الكفايات التي
سنتعامل معها، هي كفايه النهائيه الخاصه بكل مستوى ام كفايه المذكوره يعني على صعيد جميع المستويات العلميه. فهذه فقط هذه ملاحظه جانبيه، انني حينما كنت اقرا الكفايات وابحث عن موقع تحقيق صادفتني هذه الملاحظه التي تتعلق بالكفايات بشكل عام. التحقيق التاريخي في الكتاب الدراسي، التحقيق التاريخي في الكتاب الدراسي يتناول التاريخ الكتاب الدراسي التحقيق وفق التحقيق السائد القديم الوسيط الحديث والمعاصر. وتعلمون بان هذا التحقيق وقد فصلت في هذه الامور كلها في الطروحه قد تعرض لمعاول النقد من جميع الجهات، بحيث ان هذا التحقيق اصبح في نظر البعض ماشي غير سلبي، اصبح عائقا ابستيمولوجيا. وهنا اريد ان اشير الى تجربه قام بها باحث كندي اسمه اندري سيغال في تجربه مع تلاميذه حاول ان يحقب قضيه من القضايا وفي موضوع معين سماه اصول الغرب. لما هي اصول الغرب او تاريخ اصول الغرب؟ واضطر ان يعود الى تقريبا 10 قرون الى الوراء بدون استعمال التحقيق السائد القديم والوسيط والحديث والمعاصر. وبالتالي انتهى مع تلاميذه الى خلاصات قد لا ينتهي معه، قد كان من الممكن ان لا يخلصوا اليها استعمال التحقيق السائد او المعروف. اذا فكتبنا المدرسيه مناهجنا لا زالت تستعمل هذا التحقيق، مع انه تحقيق اصبح الان غير مبرر لا منهجيا ولا ابستيمولوجيا. في الكتاب الدراسي ايضا يتم تحقيق الموضوعات التاريخيه بشكل مسبق، ولا يشكل ماده منهجيه ومراحلها تعطاه الحقبه الفرعيه جاهزه، تعطاه المنعطفات تكون معطات. اذا يعطى الدرس بتنفصلاته وبحقبه جاهزا، ليس على التلميذ ولا على الاستاذ الا ان يبلغ هذا التحقيق كما هو، في حين الامر يتعلق باحداث تاريخيه من سنه اخرى يمكن ان نجعلها ماده من التمرين المنهجي، ان نبحث عن المنعطفات وفق منهجيتنا، ان نبحث عن خصائص الحقب وفق منهجيتنا الى غير ذلك. اذا الكتاب الدراسي لا يتضمن، بما انه توجيهات لم تعلن عن ان التحقيق هو مهاره او عمليه منهجيه، فكذلك الكتاب الدراسي لا يقترح تمرينات منهجيه التحقيق، بل يعطي التحقيق جاهزا، وهو التصور الذي يوجد في التوجيهات. ايضا توضع المنعطفات والحدود بين الحقب بشكل نهائي، لا تترك المجال للدارس او للمتعلم او للمدرس ان يجتهد في ان يبحث عن منعطفات حسب ما تمليه المنهجيه المتبعه. الخلاصه اذن ان التحقيق في الكتاب الدراسي منتج ومعطى، هذا هو اللي نوصل به. اننا في التحقيق التاريخي كاين جوج ديال الحالات. هناك عملية منهجية يقوم بها المؤرخ وتعتبر مضمرة، وهناك منتوج كيتقى. فنحن نأخذ المنتوج ولكن يتوارى إلى الخلف المنهج الذي أوصل إلى هذا المنتوج. نحن الآن نريد أن لا نكتفي بالمنتوج، نريد أن نرى كيف يتم التحقيق عند المؤرخ لكي نأخذ منه أو نستوحيه مهاراته المنهجيه لكي نجعل من تلك المهارات ماده منهجيه للتعليم. اذا فالان يتضح ان الكتاب الدراسي يعطي فقط اذا التحقيق كمنتج كمعطى وليس كسيروره منهجيه. هذه فقط فرشه تحليليه لواقع التحقيق التاريخي كما هو في السنوات وكما هو في الزمن. الآن المقترح الذي سأقترحه عليكم هو التالي.
أول سأبدأ بتعلمون بأنه لا يمكن أن نبدأ في إجراء مفهوم معين أو عملية فكرية معينة دون أن نتفق على مفهومها، لأنه إذا قلنا كلمة تحقيق قد توجد بيننا تباينات في وجهات النظر، لذلك لا بد أن نتفق على تعريف معين لكي ننطلق في إجراءته عبر العمليات المنهجية المقترحة. أقترح عليكم هذا التعريف وأقترحه عليكم لمناقشته إذا أردتم. فخلاصة ما توصلت إليه في تلك المبدأ وهو التالي: التحقيق التاريخي هو مفهوم conceptualization. لاحظوا أنني لم أبدأ بالزمن، بل أن التحقيق يحيل على الزمن، ولكنني أخذت الزمن وابتدأت بالمفهوم. علاش؟ لأنه أريد أن أركز على أن التحقيق قبل أن يكون تفكير الزمن هو مفهوم conceptualization، وسنرى أين تتجلى هذه المفهوم. إذا فالتحقيق التاريخي هو مفهوم ترمي إلى إبراز تحول المجتمع في الزمن، وقد وضعت كلمة تحول باللون الأحمر لأنني أعرف بأن الدراسات التاريخية أو منهجية منهج المؤرخ هي في صلبها بحث عن ما يتحدث. إذا قرأتم مفهوم التاريخ لعبد العلوي ستجدون بأنه يفرق ما بين ماشي غير المناهج للسوسيولوجي، المؤرخ، الفيلسوف، الشاعر، يتكلم عن المنحة، كي منحة الشاعر، منحة الفيلسوف، منحة السوسيولوجي، منحة المؤرخ، منحة، ما معنى منحة؟ يعني عنده واحد خصوصية معينة. فإذا كان السوسيولوجي مثلا يهتم بالستاتيك، ما هو ساكن، ما هو ثابت، ما يخترق المجتمعات، فالمؤرخ يبحث عن ما يتحول في هذا المجتمع، وهو ما يميزه عن السوسيولوجي، وما يميزه عن الفيلسوف أنه يعني يدرس الواقع وتحول الواقع. إذن فيرمي إلى إبراز تحول المجتمع في الزمن ووتائل هذا التحول. أيضا وضعت وتائل باللون الأحمر. لماذا؟ لأنه تعلمون بأن آخر ما توصل إليه الاستوغرافية التاريخية في المجال وهو ما توصل إليه برودل من تقسيم الزمن إلى أزمنة ثلاثة، تعلمون ذلك جيدا، الزمن الطويل والمتوسط والقصير، هذه ليست أزمنة متفرقة ولكن وتائل، هي وتائل في التحول. هناك وتائل سريعة، هناك وتائل متوسطة، وهناك وتائل بطيئة في التطور، بما أن هناك أحداث تتغير بسرعة، وأحداث تتغير بشكل أو ببطء متوسط، وأحيانا وتائل أو أحداث تتغير على مدى سنين أو مدى قرون أو مدى ألفية. إذن هو وتائل هذا التحول ومنعطفاته. المنعطف أيضا هو شيء أساسي. المنعطف ماشي هو المنعطف ليس هو سنة لتفصل ما بين حقبتين. المنعطف هو محطة تاريخية يبقى فيها ما هو مستمر أو فيها استمرارية الأحداث السابقة وفيها قطيعة من أحداث ستحدث. إذن فالمنعطف ماشي فقط الفاصل أو الانفصال ما بين حقبة وحقبة، بل يتضمن معطيين للمعنى. إذن فالتحقيق التاريخي هو مفهوم ترمي إلى إبراز تحول المجتمع في الزمن ووتائل التحول ومنعطفته، وتتم هذه المفهوم عبر صيرورة منهجية تتأسس على صياغة إشكالية تحقيقية تستهدف بناء الحقب وإنتاج مفاهيم تحقيقية. إذا هنايا في السطر الثاني أركز على الصيرورة المنهجية. كتبدأ بإشكال ما يمكنش نحققه بدون مشكلة تحقيقية، وتنتهي ببناء الحقبة، الكونستركسيون ديال الحقبة أو المفاهيم التحقيقية، مرورا عبر القيام، يعني مرورا عبر عملية منهجية أخرى، بعملية توقيت الوقائع والأحداث التاريخية، توقيت لاتاتاسيون، انطلاقا من استقراء الوثائق، ووضع كرونولوجيا لهذه الوقائع والأحداث، ثم تويلها. إذن فتلاحظون بأن السير المنهجي للمؤرخ كلها حرة، وضع الإشكال، توقيت، الكرونولوجيا، التأويل، ثم بناء الحقبة. هذه كلها يعني المؤرخ لا يمارسها بشكل كرونولوجي بشكل مستقيم او خطي، لا، فيها طريقه، فيها
اخذ ورد فيها ذهاب واياب، ولكن على كل حال هذه هي العمليات الفكريه التي اذا فهذا هو التعريف الذي اقترحه للتحقيق. اذا فالتحقيق ماشي هو الحقبه المنتجه، بل هو مجموعه من العمليات تسبق ما نقراه نحن كانتاج. اذا فمكونات هذا النموذج الدكتيكي ومستوياته بطريقه التعريف، عندنا مستويات كاين مستوى طرح اشكال سيكون موضوع البطاقه الاولى اللي غنستعرضها لكم، مستوى التوقيت والكرونولوجيا البطاقه الثانيه، مستوى التكوين البطاقه الثالثه، ومستوى تركيب المنتج في البطاقه الرابعه. يعني وضعت اثناء اقتراحي مثالا تطبيقيا، وضعت على اساس هذا التعريف المستويات الاربعه. المقاربة الدكتاتيكية المتبعة، هذه المقاربة هي التي اتبعت طريقة الأطروحة، وقد حاولت تطبيقها في النموذج، في النموذج الذي سيأتي، للتأكيد على صلاحية النموذج من الناحية الدكتاتيكية، ولجريده واختباره بمزيد من الأمثلة، حتى يتسنى لنا تدقيق النموذج وتعديله وتسويبه إذا اقتضت الضرورة الدكتاتيكية ذلك، وسنطلق إذن بالجد الموالي الذي يتضمن مختلف أنشطة والعمليات الفكرية والإنجازات الخاصة بهذا المجال. إذا سأقترح عليكم بناء على هذا التعريف وبناء على هذه المستويات التي ينقسم إليها التحقيق كعملية فكرية منهجية، هذه التي اشتغلت عليها، هذه هذا الجدول الذي يتضمن كما رأيتم على الأيمن البطاقة التعليمية بمستوياتها الأربع: المستوى الإشكالي، المستوى الكرونولوجي، المستوى التكويني، والمستوى التركيبي. وقد بنيت على اساس كل مستوى انشطه دكتاتيكيه، كل نشاط بهدف محدد. مثلا بالنسبه للمستوى الاشكالي هناك نشاطان، النشاط الاول والثاني، فيتعلقان بكيفيه طرح اشكاليه تبدا بتحديد الزمان والمجال والموضوع، ثم بعد ذلك في النشاط الثاني نصوغ اشكاليه تحقيقيه بناء على هذا. وعلى اساس هذه الاهداف والانشطه هناك عمليات فكريه قد نلمسها ونجربها، تحديد موضوع مثلا في ضوء المقياس الجغرافي، وتحديد الموضوع في ضوء النشاطات البشريه اي الموضوعات، ثم تحديد الموضوع في ضوء المقياس الزمني. ثم بالنسبه للعمليه الفكريه الرابعه والخامسه تتعلق بصياغه الاشكاليه بما فيها السؤال التحقيقي المركزي والتفرعي للاسئله. بالنسبه للبطاقه التاليه تتعلق بالتوقيت والكرونولوجي، للمستوى الكرونولوجي في بما في العمليتين معا، ويتضمن ثلاث انشطه او ثلاث اهداف. في النشاط الاول هناك توقيت الاحداث والوقائع انطلاقا من الموارد والتحديات. هناك النشاط الرابع ايضا وهو الكرونولوجيا، اي ترتيب هذه الوقائع والاحداث ترتيبا زمنيا كرونولوجيا او موضوعاتيا تصنيفها حسب القطاعات. ثم هناك النشاط الخامس وهو المتعلق بالتمثيل المبياني، احيانا قد نحتاج الى تمثيل مبياني على شكل خطوط زمنيه لكي يدرك التلميذ ما هي مختلف المحطات في هذه الاحداث. وعلى اساسها ايضا وضعت خمس عمليات فكريه، للعمليه الاولى والثانيه تتعلقان بالتوقيت، استخراج الواقع الاحداث من الوثائق واستخلاص زمن توقيت وقوعها، تحويلها من تقويم اخر، احيانا تكون لدينا تقويمات ماشي غير تقويم الهجري، كاين حتى التقويمات ديال التقويم اليوناني، احيانا هناك دول في العالم تتبع تقويمات مختلفه، ينبغي الاتفاق على تقويم موحد. ثم العمليه الثالثه والرابعه تتعلقان بالكرونولوجيا، فقد ينبغي ان نحدد مثلا التعاقب والتزامن الاحداث التي تقع في نفس الفتره مع الاحداث المتعاقبه، ثم تصنيف الاحداث والواقع، هناك احداث اقتصاديه، اجتماعيه، سياسيه، فكريه الى اخره. ثم في النهايه العمليه الفكريه الخامسه تتعلق بالنشاط الخامس وهو تمثيل الواقعية في جداول الخطوط الزمنيه والمدينه. في المستوى التويني، وهو لا اتحدث عن التويل كتفسير فقط، لا اتحدث عن التويل كعمليه يختلط فيها التفسير بالتركيب، عفوا بالاستنتاج، بالاستخلاص، بمختلف العمليات. وهذا المستوى التويلي هو اللي صعيب. هذا المستوى هذا يعني الى حد الان مع التلاميذ ممكن نقراو الوثائق ونستخرجوا الاحداث ونمارسوا عمليه التوقيت ونديروا كرونولوجيا نصنفوا الى اخره، هذا الشيء كله ممكن.
ولكن حينما نصل الى مستوى التويل هذه هي عمليه حتى بالنسبه للتجريب حينما جربت النموذج وجدت بعض المشاكل في هذا في هذا في هذا العمليه. فالتويل قسمته الى نشاطين السادس والسابع. الاول يتعلق باستخلاص مفهوم جامع او مفاهيم انطلاقا من استنتاج مؤشرات داله. والنشاط السابع البرهنه على الاستمراريه والتحول انطلاقا من استنتاج المعطفات والتدبير بين الحقب. لانه بالنسبه للنشاط السادس سميته استخلاص مفهوم جامع لحقبه انطلاقا من مؤشرات. تعلمون بان المؤرخ قد يشتغل سنوات وقد يشتغل عمره من اجل انتاج مفهوم تحقيبي عبر عملية التنمية. هي ليست عملية سهلة. مثلا حينما نقوم بمفهوم النهضة هي التحولات التي وقعت في أوروبا ما بين القرن السابع عشر وما بين القرن الخامس عشر والسابع عشر في مختلف المجالات الفكرية. ولكن باش توصلوا المؤرخين باش يجمعوا الأحداث كلها ديال ثلاثة القرون بمقدسة زمنيا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وتجمع في كلمة واحدة، يعني هذه مسألة فيها ماشي كيف كانت الآن كتستقبلوا مفهوم النهضة كان مفهوم بسيط، ولكن توصلوا إليه لا يأتي إلا عبر هذه العمليات ديال انطلاقا من المؤشرات التي ندرسها على الحقب نتمكن من بناء مفهوم جامع للحقبة. وحتى لما قلناش نديروا مفهوم جامع للحقبة يمكن أن نعطي خصائص معينة لحقبة معينة. ثم النشاط الديداكتيكي السابع البرهنة على الاستمرارية والتحول انطلاقا من استنتاج المنعطفات. يعني المؤرخ واحد في وقت من الأوقات أثناء عمله قد يبحث عن ما هو المنعطف الذي جعل الأحداث تتخذ مسار آخر وتغير الأحداث وتجعل بأن حقبة أخرى في طور التشكل. وهذا الرصد ديال هذا المنعطف هو الذي يجعله يبحث عن ما يتحول. ولكن حتى بعد ان تتحول الحقب او تتغير فان هناك استمراريه ما بين الحقب. يعني التحول ماشي هو اللي كاين، التحول كاين نعم ولكن معه توجد استمراريه. اذا فالتحول في المفهوم المعاصر ماشي هو القطيعه مع الحقب السابقه، هو قطيعه من جهه ولكنه استمراريه من جهه. إذن فمجهود المؤرخ يقوم على أساس أن يبحث عن عبر المنعطفات عما يتحول عما يستمر وعما يتحول. فهذه النشاطين الخاصين بالتأويل على صعوبتهما وأنا أعترف أنهما صعبان جدا في تنزيلهما في الممارسة الديداكتيكية، فعلى أساسهما وضعت ست عمليات فكرية هي التالي: استخلاص المؤشرات الدالة على خصائص الحقبة ثم البرهنة عليها، تفسير هذه الخصائص، ثم استنتاج مفهوم جامع او مفاهيم جامعه بناء على المؤشرات. هذا بالنسبه للنشاط السادس. ثم بالنسبه للنشاط السابع رصد المنعطفات الحقبه وتفسير ذلك، التمييز بين الحقب الفرعيه والمقارنه، ثم البرهنه على الاستمراريه والتحول في هذه المنعطفات. واخيرا هناك المستوى التركيبي اي المتعلق بتقديم منتج تحقيبي باستحضار اشكاليه تحقيبيه، ويكون فيه تكون فيه عمليتان: التذكير بالاشكاليه، يعني قبل ما نركب كيخصني نذكر الاشكاليه التي انطلقت منها لكي تكون موجهه لي في التركيب، ثم انفتح على اشكاليات تحقيبيه اخرى قد تظهر على هامش او مع استمرار البحث. هذه هي الخطاطه الكبرى التي اشتغلت عليها، هي خلاصه ديال استقراء منهجي من كتب منهجية والإبستيمولوجيا، وهي اللي توضعت كأساس للمثال الذي جربته في الميدان، وقد وضعته على أساس وضعته في هذه الخطاطة لكي يسهل إدراك مفاصلها. وستلاحظون بأن التحقيب هنايا اعتبرته أنايا وقد وضعته في مستوى الكفاية. والكفاية هي ماذا؟ هي التمكن من بناء حقبة أو حقب بمعالمها ومنعطفاتها وتحولاتها عبر السيرورة المنهجية.
تتمحور حول إشكالية تحقيقية وتستند إلى موارد منهجية وتحقيقية مناسبة. هذه كفاية. وكاع توابد الكفاية بدرجتين كيبان، لأنه ما يمكنش نعتبر التحقيق فقط عملية بسيطة أو كقدرة كما تعتبر ذلك توجيهات. وهذه العملية الفكرية اللي شفتوا في الورقة موزعة على مستويات الأربع وعلى الأنشطة الثمانية هي هذه اللي كيفها، لأنه الديداكتيكي كيف يشتغل؟ ينبغي أن يشتغل على وجهتين، كيخصو يشوف ما توصل إليه البحث المنهجي والإبستيمولوجي وحتى الإستغرافي في موضوع معين، وينبغي أن يهيكله إلى عمليات فكرية، وهذه العمليات الفكرية هي التي ينبغي أن يكون أو ينقلها إلى الميدان. إذن فهذا هو المنطق الذي يشتغل به الديداكتيك. الآن غنعطيكم فكرة على الحقبة التاريخية المختارة. الحقبة اللي اشتغلت عليها هنا في الأطروحة هي 19 من 1822 إلى 1912، اللي حاولت أن أحقب القرن 19 في تحديداته، لكن هيئت مصوبة أخرى جانبية، يعني أخذت فيها فقط من الفترة التي تسمى بفترة القلاقل، عشرية القلاقل من 1900 حتى 1912، وحاولت أن إضافة إلى النموذج اللي استعملته في الطروحة، حاولت أن أسقط هذا النموذج أيضا على هذه الحقبة. فبني اختيار ابن عشرية القلاقل باعتبارها حقبة فرعية ضمن ما سمي بالقرن 19 المنتد، وتعلمون بأن القرن 19 في الكتاب الأخير للمعهد الملكي هناك فصل بكامله يسمى القرن 19 الممتد، وهذا القرن 19 الممتد يعود إلى الوراء ماشي إلى سنة القرن 19، ولكن يعود به إلى سنة 1790، وهذا اجتهاد. يعني منعطف ديال القرن 19 بين القرن 19 تبدا مع حسب مؤلف الكتاب مع سنة 1990. علاش؟ أولا اعتبرت سنة 1820 يعني لا جديد فيها، وخا هي كتعبر على وصول مولى عبد الرحمن للحكم والانفتاح لعفو المغرب. أيضا 1830 هي سنة وقع فيها ما كان يقع في السابق وما فيهاش جديد، وإن كانت احتمال ديال الجزائر اقترى على أحداث المغرب، ولكن سنة 1990 حسب مؤلفي الكتاب هي سنة مفصلية بدا بها القرن 19. علاش؟ لأن 1990 أولا الثورة الفرنسية 1880 الوفاة ديال سمح الله بن عبد الله، وهذين الحدثان فتحا المغرب على أخطار محدقة، وبدأ المغرب يستشعر بأخطار سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. وهذا الإحساس بدا حسب الهيستوغرافيا بدا من هذه الفترة، يعني من سنة 1890. وإذا كما قلت لكم سابقا، يعني هنايا كيبرز المجهود التويلي. هذه المحطة اللي تكلمت عليها ديال التويل هي فيها السلطة المعرفية والمنهج ديال المؤرخ. من بعد ما كانوا كيبداو الناس 22 30 جاو الناس اللي قال لك 1990، ولكن ببراهين وحجج اللي فيها ما هو وثائقي وفيها ما هو ايضا ما هو استغرافي. اذا الاجتهاد ديال وضع الحقب هكذا. اذا بلا ما نفصل في هذه الامور، اذا اللي بغيت نقول ان اذا كان القرن 19 المنتد هو هذا، انا خديت واحد الحقبه كاش هيئت لها بعض الوثائق، وكانت اللي كتكون فرصه مناسبه كنشتغل بورشات تطبيقيه، اللي وجدت ليه الوثائق ديالو والنموذج اللي كنشتغل عليه ديجا راه كاين، هو النموذج الديداكتيكي الذي وضعته، وساستعرضه عليكم بسرعه. قبل ذلك غادي نمشي معكم لاشكاليه الدراسه.
إشكالية الدراسة التي قمت بها في هذا المجال. السؤال المركزي الذي وضعته هو الاستمرارية، الإطار الإجرائي والنموذج التحليلي، ثم النتائج العامة بشكل عام سأستعرضها بسرعة. الإشكال الذي اشتغلت عليه هو كالتالي: كيف يمكن ردم الهوة المنهجية في التحقيق بين الخطاب الإبستيمولوجي والإستغرافي من جهة، واللي هو متطور متقدم، والواقع الديداكتيكي من جهة أخرى، بشكل يسهم في تنمية الجانب الفكري والمنهجي المتعلق في الممارسة الديداكتيكية؟ هذا هو السؤال اللي اشتغلت عليه. فرعته إلى أسئلة هي كالتالي: ما هي الأسس المنهجية والإبستيمولوجية للتحقيق والكفيلة ببناء مصوغة تعلمية قابلة للإطلاق؟ ما مدى مساهمة المصوغة في التحصيل العام المنهجي للمتعلمين على مستوى التحقيق التاريخي؟ وما مدى تأثير المصوغة في تعلم القدرات المنهجية التحصيلية على المتعلمين؟ هذه ثلاثة أسئلة أيضا فرعية اشتغلت عليها، حاولت نبني على أساسها فرضيات. وبناء على ذلك الأطروحة كانوا فيها ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو أنني حاولت أن أبني نموذجا ديداكتيكيا نظريا في موضوع التحقيق التاريخي، ومارست فيه في مجال التحليل النموذج التحليلي، مارست ما يسمى بتحليل الخطاب. حاولت أن أحلل خطاب منهاجيين والإبستيمولوجيين في هذا المجال لوضع المصوغة. ثم المستوى الثاني هو إنجاز مصوغة تعلمية في موضوع التحقيق التاريخي، وهنايا كنت في مستوى النقل الديداكتيكي، النقل ديال العمليات اللي توصلت لها إلى نموذج ديداكتيكي. ثم المستوى الثالث وهو تجريب المصوغة التعلمية، ويتعلق الأمر هنا بالمقاربة التجريبية، يعني حاولت أن أبرهن بالتجريب وبالملموس على مدى إمكانية تفعيل مختلف تلك الخطوات أو العمليات الفكرية. النتائج التي توصلت إليها بشكل عام هي كانت مشجعة، توصلت إلى ما يلي: المعدل العام هو اللي كان لخديت المجموعتين معا، مجموعة الضابطة والتجريبية، كتبان مجموعة تجريبية على الأيسر، يعني المجموعة الضابطة على اليمين من 42.4 إلى 52، بينما مجموعة تجريبية من 46 إلى 72 كانت يعني مع نتائج تظهر أن النموذج قابل للإجراء. ثم النتائج العامة الاختبار البعدي أيضا أظهرت ذلك، يعني من مجموعة الضابطة 52 بينما مجموعة تجريبية 72. ثم واللي مهم أن التست ديال دلالة الفروق أثبت بأن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية ما بين المجموعتين اللتين طبق عليهما هذا النموذج، سواء المجموعة التجريبية التي طبق فيها النموذج الديداكتيكي والمجموعة الضابطة التي اشتغلت على التحقيق بدون نموذج. إذن فهنا نعطيكم فقط إشارة على بعض المحطات، مختلف المحطات التي صوغت فيها هذا النموذج. فكاين المستوى الأول اللي هو إشكالي، يكون فيه نشاطان اللي هو تحديد زمن ومجال وموضوع التحقيق انطلاقا من الموارد التحقيقية، وفيه المحطات الثلاث التي رأيناها. ثم صياغة إشكالية تحقيقية في النشاط التعليمي الثاني بالسؤال وبالتفريع بالأسئلة. ثم المستوى الثاني اللي هو كرونولوجي، ويأتي بعد تحديد إشكالية وفيه الاستكشاف الوثائقي، فيه التوقيت، ويتضمن النشاط التعليمي الثالث توقيت الأحداث والواقع انطلاقا من الموارد الوثائقية، ويكون على شكل هذا الجدول. مثلا جدول تكون فيه خانات، خانة خاصة بأرقام الوثائق، وخانة خاصة بالأحداث والوقائع، ثم خانة خاصة بتوقيت هذه الأحداث، ويمكن أن نضيف إليها خانة تتعلق بتقويم أحداث إلى تحويل عفوا تقويم من تقويم معين إلى تقويم آخر متفقين عليه. ثم بعد ذلك هناك الكرونولوجيا، ترتيب أحداث زمنية أو موضوعاتية، أيضا يمكن أن نضع خانة خاصة بالسنوات من 1900 إلى 1912، ثم نضع الأحداث والواقع المستخرجة من الوثائق،
ويمكن ان مباشره مع المتعلمين تصنيف الاحداث التي توصلنا اليها الى احداث عسكريه اقتصاديه دبلوماسيه اجتماعيه سياسيه الى اخره. ثم هناك نشاط خاص بالتمثيل المبياني لهذه التكنولوجيا ويكون اما عن طريق خطوط زمنيه او جداول او حتى المبيانات. والمستوى الثالث اللي هو مستوى تأويلي يمكن ان نعالجه انطلاقا من نشاط معين هو استخلاص مفهوم جامع ومفاهيم انطلاقا من استنتاج مؤشر الدهاله. وستلاحظون بان هناك جدول خاص بمؤشرات اول والثاني والثالث والرابع والخامس الى اخره على اساس المؤشرات، قد تكون ثلاثه قد تكون سته قد تكون خمسه، وبالتالي نضع الاحداث يعني الاحداث الداله على هذه المؤشرات. ثم في نشاط اخر بناء على المنعطفات يمكن ان نميز ما بين كل حقبه فرعيه قد تكون حقبتان او ثلاثه، ثم بعد ذلك نحدد ما هي درجات الاستمراريه وما هي درجات او مستويات التحول في كل منها، ثم في الاخير المستوى التركيبي الذي سيبرز عن طريق النشاط التعلمي الثاني. فهاد العرض إذن هو خاص ب كما قلت بنموذج دكتيكا عندي النموذج التطبيقي. شوف النموذج ديال التطبيقي هو من طريق من 1900 إلى 1912.